السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ مرحبا بكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير وعجبوكم هاد الفولارات اللي حطيت لكم البنات. بزاف بزاف ديال الاخوات طلبوهم مني، قالك عافاك ورينا. المهم بهذه الطريقه هذه كما شفتوا انا عندي هنا الزيوفه كل واحد درت ليه لونه. المهم اللي كاين الالوان، وكاين واحد البنات واحد الموزونه، احنا الصراحه هي ما لقيناهاش. ياكي هذيك اللي كتضرب باللوان، هذيك الموزونه هذيك ما لقيتهاش، هذيك اللي كتضرب باللوان فيها ملتي كولور، هذيك الصراحه زوينه ما لقيتهاش. المهم اليوم ان شاء الله غندير لكم التطبيق ديال هذا الفولار هذا كما كتشوفوا على هذا الشكل. المهم انا خدمت فيه هذا الاخضر وخدمت فيه الصراحه الاحمر، كيجي زوين. المهم الاحمر كل واحد خدمته هذا بلونه كيجي ساهل وزوين. هذا الاحمر هذا خدمت فيه درت فيه الزقلي. المهم كل واحد درته لكم بطريقه، هذا فيه الزقلي والاخضر الصراحه ما فيهش. المهم هاد الموزونه الكبيره البنات راه الصراحه كتجي زوين في المناسبات، في هذا الزيوف راه الصراحه راهم روعه روعه البنات. غنبدا معكم ان شاء الله الطريقه، نبداو على بركه الله البنات. المهم على هذا الشكل هذا. عاوتاني هاد اللون البنات هذا خديتو هاد اللون كراميل، كراميل وموزون مارو، والموزون في المارو. ها مارو ماشي مارو، نحاسي نحاسي كما قالت اختي، ما هو مارو. وجا زوين الصراحه. هاد الصور ما تيبانش، راه ما كيبانش اللون ديالهم الصراحه الحقيقي. ما تيبانش راه كراميل. هذا كراميل، هاد الثوب هذا كراميل وهذا في النحاسي، عرفتي كيجاو مواتين مع بعضياتهم فن زعما تبارك الله تيحمق. هنا الحبيك البنات كنحبك، ها نتوما الصوف على واحد، طريقه الحبيك ديالي دائما انا كنخدم بالصوف على واحد كتجي زوينه. راه كاين واحد الصوفه اللي هي كتجي بحال هكا، كتجي مكوره في داك السبيبه هنايا، ما عرفتش سميت داك الصوف بحال ديمسي كتكون. هذاك ما كاينش عندنا حنا في المدينه ديالنا، ما عندناش. انا خدمت لكم بالمتوفر. كنلقاو كنلقاو بالنوع الغليظ اللي كيخدموا به الزرابي، اللي كيخدموا به الزراب ولا كيخدموا به القطبان. هادوك ما تبقاش اللي غي هنا هنا راه دخلت هاد الموزون هذه، راه دخلتها في هنايا في الخيط. ساهل باش تدخلوا هاد الموزونه، ساهل باش تدخلوها في البرا وصافي. البرا والخيط عادي، هاد الخيط راه غيدخل في البرا راه عادي. حتى العين ديال الموزونه راه كبيره، راه كبيره دغيا، وتخدموا بها الكروشي وكلشي ماشي زعما. المهم اولا نقرب شويه ديال الموزون ليدي على هاد الشكل هذا. الموزون شويه ساهل في الخدمه، اللي كيكون فيه العقيق هو اللي شويه الصراحه صعيب. المهم ها هي هاد العوينه ديالي انا نشدها. بالنسبه للموزون دخلوا الكميه كافيه اللي تخدم لكم الزيف كامل، ما تبقاش كل مره كتقطعوا تلقموا تقطعوا تلقموا لا. المهم انا نبداو هذه، نحس نعتبروها نقطه البدايه، واخا انا راه باديه نعتبروها نقطه البدايه غرزه حشو. غنزيدو ندير واحد السلسله، الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السته، كاين اللي كيبغي يدير سبعه. المهم انا اكتفيت بسته، جاني القياس ديالو هو هذاك. غنجيب هاد الموزونه هادي، ها نتوما كتشوفوا غير وحده، تبقاو تقلبوا بحال بحال هكا بيديكم باش ما ديروش جوج. كنسدو عليها عادي، نعاودو عاوتاني واحد سلسله جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سته. غنجيو هنا غادي نحسبو، نحسبو الفراغات حيت كنديرو غرزه حشو سلسله غرزه حشو، غنحسبو غير ديك السلسله واحد جوج ثلاثه ربعة، وغادي نديرو فيها غرزة حشو على هاد الشكل هذا. نعاودو عاوتاني واحد، شو دابا أنا ملي غنخدم نوريكم الطريقة ديالي في الموزون. هكا كنخدم، هانتوما هكا تيكون الموزون عندي فهاد الجهة. المهم الطريقة سهلة، كل واحد يخدم كيما بغا، ولكن هكا. المهم بهكا كنخدم، درت واحد السلسلة غندير جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة. ملي كيقرب الموزون أنا كنبعدو بيديا بحال هكا. دابا غادي نهبط موزونة هاهي على هاد الشهر. المهم نقلبها، لقيتها وحده صافي غادي نسد عليها. غنعاود عاوتاني واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته، غنحسب عاوتاني واحد جوج ثلاثه اربعه، وغادي نثبت بغرزه حشو. نعاود عاوتاني واحد جوج ثلاثه اربعه خمسة ستة. وها نتوما الموزون هنا راه ما كيديرونجينيش حيت هو تيبقى في بلاصه، والخيط ديال الصوفه ما كيزلقش ليا لا موزون لا عقيق لا حتى حاجه، كتبقى كل حاجه شاده في بلاصتها. المهم هذه الطريقه باش كنخدم. عاود واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه ستة، غنحسب عاوتاني هنا الفراغ الاول الثاني الثالث الرابع، وكل واحد يدو في الفراغات، فهمتوا؟ راه كل واحد ويديه هنايا في الفراغات، خص الخدمه تجينا ما تجيناش. المهم ها نتوما يعني كتخدمي على الظهر؟ كنخدم على الظهر. المهم ها نتوما الخدمه الجهه اللي حبكت فيها، طويت فيها الثوب وحبكت فيها يعني كتبديه في الاول كتحبكي الزيف كامل. كنحبك الزيف كامل
وكنقطع الخيط. هذه الخطوه الاولى قطعي الخيط وعاد كنبدا نعمر الموزون حتى نبدا نخدم. المهم كل صف الحبيك راه باين بلا ما حبيك بكروش. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، المهم ستة. وبالنسبة للكروش شحال الرقم؟ هذا البنات هذا فيه 1.25، نقدروا نقولوا النمرة 8. قلبي قلبي شوفي النمرة الأخرى شحال فيها، ما مكتوباش هنا النمرة العادية. المهم غليت شوية وصافي. جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. هنا بغيت نقول لكم أنا شي مرات راه الصوفة كنت كنخدمها بالرقم 12، هي راه مسألة تعود وصافي. واحد جوج ثلاثة أربعة، راه داكشي راه غير على الأول، راه غير على الأول في البنات الصراحة باش كيدير الإنسان. المهم نعاود عاوتاني وحدة، عرفتي دابا مع الكز. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. جيبي دوك الكروشيات اللي بقاو قبيله فوق الطبلة، غنوريكم البنات واحد الكروشيات. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة. واحد جوج ثلاثة أربعة. واحد الفيديو راه كنت درت لكم الصراحه البنات الكروشيات، قلت لكم راه ما كاينينش عندي وهذا ما لقيتش، والصراحه عيطوا لي البنات بزاف على الكروشيات. وكنشكر واحد الاخت صيفطاتهم ليا من سلا، راه عندها البنات قناه في اليوتيوب اللي سميتها قناه فاطمه المكافحه، المهم دخلوا عندها البنات قناه فاطمه المكافحه، وهي صيفطاتهم ليا وصيفطات ليا فعلا داك هذيك الماركه اللي انايا طلبت، ما عرفتش الصراحه شحال خداتهم باش شحال باش خداتهم، وما باش تخلص فيهم وما باش، قلت لها جميع الطرق باش نصيفط ليها زعما تعبئه ونصيفط لها هذا ما بغاتش. المهم شكرا لك اختي فاطمه على هاد الكروشيات، المهم اجرك عند الله هذا ما كاين. ايوا هادشي اللي كاينو بزاف بزاف ديال الاخوات عيطوا ليهم شو قلبوا ليا وما لقاوش وهذا، وكيديروا محاولات وما لقاوش القديم، راه باقي تيقلبوا لي مساكن. المهم هادشي اللي كاين الله يخلف على الجميع. المهم طريقه الزيف البنات انا راه شرحتها، كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين الصراحه، كيجي فن فن خفيف. غير هما بالنسبه للبنات هاد اللي خدمت معاكم لا العقيق لا الموزون لا هذا، ما كيبغيوش تمشي للحمام وديريه مع الشعر فاز كاع، علاش؟ باش تحافظي على الموزونه ديالك، فهمتوني؟ ديرهم فاش كيكون الشعر الموزون ماشي بحال الموزون الاخر، ماشي بحال الاخر، هذا راه بريستيج وصافي. بريستيج كما قالت هذا ديال حد داري بلاصه نقيه، هذا حد بلاصه نقيه. هذاك الموزون العادي راه كنديروه حتى في الدار، بالنسبه لي انا كنديرو في الدار وكيبقى ما كيخسر ما والو، هذاك ما كيخسرش، وراه كنمشيو به للحمام وكلشي وتيبقى في الواجهه ديالو. المهم هذه غير معلومه باش تحافظوا الصراحه، هذا تكيسو عليه واخا تشريوه غالي غادي تقولوا لا هذا غير غير حضاري حضاري ولا ديري مره مرات تلبسي في العيد. الصراحه المهم حتى الا جيتي تصبني حافظي صبني وتكيسي على داك الموزون اللي كاين البنات. المهم هذا هو الشكل ديالو، المهم كنتمنى يعجبكم، يلا بالسلامه عليكم.